سعد الله ايامك. الله يحفظك. سمحنا نقول يومكم؟ تفضل سيدي. اسفين دخلنا لكم. لا بالعكس. اولا رمضان كريم. الله اكرم. وتقبل الله الطاعات. منا ومنكم جميعا. الله يسلمك. شلون تشوفون اجواء البوشله تحديدا؟ والله هو شيء حلو، احنا كنا متعودين عليها الصبح فقط فتره الصباح يعني. صح. تكون متاحه للناس الوافده. بس بشكل عام بالليل هو متنفس للبغداديين للعوائل، يعني اغلب يعني بالعمل بالوظيفه الصبح فتره الصباح، فتره الليل هو العائله تقدر تطلعها رب العائله يوديها المكان كذا. ومع الاسف هي بغداد الفتره الاخيره صارت فقط عباره عن مولات ومطاعم. ما عندنا هاي المساحات. بالضبط هاي المساحات ما عندنا، اماكن اللي هي ترجعنا للتاريخ، تاريخنا، اماكن فلكلوريه ذات طابع بغدادي اصيل. صح. هاي الشغلات احنا نفتقر لها، وحلوه هي خطوه كلش حلوه، يعني انفتحت ومتاحه للعوائل، للشباب، للناس فتره الليل خصوصا، وايضا هو برمضان يعني احنا بالضبط نعرف انه نسهر يعني. لا هو انا قبل شوي نوهت انه يفضل انه حتى ما بعد رمضان تفتح ليلا. وهذا صحيح. كون انت جنابك تحدثت انه الاغلبيه موظفين. صحيح. فما يقدرون يوصلون. وهذا صحيح. البشره والمتنبي. بالليل اولا الجو لطيف. نعم. تمام. ثانيا الكل يقدر يجي. دجله يعني بصفه. دجله بصفه. المبنى الحكومي كان في فتره الملكيه. نعم. يعني ومعاها لو وزاره الثقافه تفكر باعاده التراث من خلال ورش، من خلال فعاليات بهذه. ترى اذا تصورونها استاذ العزيز هي كلها مو مكلفه يعني. لا لا. يعني ما مكلفه حتى. لا. اكو اني يعني حسب معرفتي يعني معرفتي الشخصيه اكو منظمات هي تسويها فور فري يعني. صح. هي معنيه بهذا الشيء اللي هي احياء التراث والمعالم التراثيه. صح. هي تقوم بها يعني حتى الدوله ما تخسر عليها فلوس. بس مع ذلك يعني شنو الضير اذا الدوله خصصت جزء من وارداتها لاحياء الاماكن الثقافيه والفلكلوريه بالضبط. دليل على انه هذا الامر مهم. السواح الاجانب اول ما يدخلون بغداد يدخلون لهذا الموقع. صحيح. يعني اللي هو ترى بالمناسبه بغداد كلها بشكل عام على الاسف فقط عليها شارع المتنبي اللي هو قبله. صح. خلينا نقول اللي يحب يقرا. صح. واللي يحب يسمع موسيقى واللي يحب يسمع افكار جديده، طبعا افكار ان كانت يمينيه ساريه يعني وسطيه مدنيه، هي هذا المكان يعني حتى تلاقح افكار يكون به يكون بي مثل ما تفضلت جنابك توعية كذا إلى آخره. فهو قبلة وحيدة بغداد يعني. إحنا نقول إذا أكو أماكن مثلا المدرسة المستنصرية غيرها شنو ضيق قاعدين يفتحوها. لا أنا دائما أقول إنه متنفس العوائل والشباب فقط ترفيهيا مدينة الزوراء. بالضبط. انحصر العراق بأجمعها، بغداد بأجمعها بالزوراء. صحيح. فلا ضير أن كل المساحات التاريخية والتراثية والبغدادية يفتحوها للناس. هاي وحدة بعد 2003 ولو أطلت عليكم. لا بالعكس. الهوية البغدادية انطمست يعني. صح. اختفت. صح. بدأت مكانها البنايات الحديثة، التصاميم الحديثة، أوكي ما مشكلة، بس بالتوازي خلي وياها همين أرجع الأماكن الفلكلورية كذا، لأن إحنا كأجيال ما عاصرنا هذا العهد. فعلا. العهد الملكي. لازم أحد يجي يوصلك. بالضبط. فلازم المعالم على الأقل تظل تحكي. جنابك أول مرة تجي للتنبي ليلا؟ لا ليلا. ثاني مرة. ثاني مرة. أي. بس صباحا يعني من الرواد يعني. اي من الرواد صباحا، لكن ليلا هاي ثاني مره تقريبا. اي ثاني مره. اي زين سؤال، انت تحب تطلع مع العائله لو وحدك؟ والله دائما اشجع العائله انهم يجون، بس تعرف مرات قلت لك هاي هويتنا انطمست بعد 2003، الاجيال من وقت فتحت عينها يعني نادرا ما تسمع بالمتنبي والكتب والكذا. ولا جنابك دا اشوف انه اكو شغله من الاباء حلو بيهم انه يربون اطفالهم على انه يدخل للمتنبي يطلع على ثقافه هذا المكان. هذا ارثنا، تاريخه، هذا الارث. الانسان بدون ارث شيء ما عنده. ما عنده ماضي، ما عنده حاضر. عندي اميرات اثنين ما شاء الله. الله يسلمك. يسلمك. بنوتات حلوه بالبيت. ميس وعشتار. الله يحفظك. الله يسلمك. يبارك. اسماء فلكلوريه. اشتار اسم تاريخي اصلا. أي يعني طبعاً. انا الحضارات القديمه كانت الالهه اشتار. صح. الله يحفظك. لازم نسوي ديمومه حتى بالاسم حتى تظل حضارتنا. ميس ولا ميس؟ ميس. ميس وعشتار الصغيره. حلو. خوش ميكس مسوي. ربي يحفظهم. الله يسلمك. رمضان كريم. حياكم. شكرا جزيلا. حياك الله.